السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فوزي وبناتها، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غادي نعبد معكم واحد البرانك الحباب ديالي، كنتمنى ربي يعجبكم. اختي قلت لها اختي عطيني واحد البيجامة عندها مزيونة، قلت لها عطيني نلبسها. اختي قالت لي صافي سيري لبسيها، باقا عندها جديدة، يلا لبستها شي مرة واحدة باقا عندها جديدة. قالت لي صافي واخا اختي ومشي تجبسها، ودابا غادي نلبسها وغادي نهبط وغادي. والحبايب ديالنا هذيك البيجامه عندها عزيزه بزاف صراحه، الله عزيزه بزاف حيت كانت مسرتها ماما في عيد ميلاد ديالها، واليوم غادي نلبسها وغادي ناديها لجافي. كنتمنى ربي تكون البيجامه ما عنديش عزيزه كما كنت خايل كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالها، ودابا غادي نلبس البيجامه باش نهبطوا. تابعوني حتى الاخر، كنتمنى ربي يعجبكم هذه البيجامه. دابا غادي نهول، كنتمنى ربي هذا المقلب ما يكونش فيه الهراوه. يلا معايا تابعوا الحبايب ديالي، تابعوني حتى الاخر وغادي تشوفوا شنو غيوقع بالتفاصيل. غادي دابا غادي نهبط باش نخبع التليفون باش ما يبانش، ويلا معايا الحبايب ديالي. مشيت فيها اليوم انا درت لها جاف، شوفوا شنو كيفاش ولات الريحه ديالها. شوفوا جافي رحمه الله، ويلي شوف جافي. مشيت فيها اليوم، مشيت فيها باينة، ودابا غادي نمشيو نشوفو ردة الفعل ديالها. يلا معايا باش نخبعو التليفون. إيوا الحبايب ديالي يلا معايا باش تشوفو اختكم كريمة شنو غيوقع لها. إيوا الغزلان ديالي، كنتمنى ربي يكون أنا عزيزة عليها أكثر من البيجامة والله. ودابا غادي نشوفو واش أنا عزيزة عليها ولا البيجامة. دابا هي غير في الطوالت باقا ما جاتش، غادي نشوفو شنو غادي تعمل. ايوا الحبايب ديالنا خبعنا التليفون، دابا غادي نبداو البرانك ديالنا. كنتمنى ربي ردة الفعل ديالها، ما عرفتش كيفاش غتكون الصراحه ردة الفعل ديالها، ولكن تابعوني حتى الاخر. دابا هي مشات للطوالت، كانت كتحفظ ديجا، كانت كتحفظ ومشات للطوالت، ودابا هي غادي نجي عندها وغادي نوريها البيجامه ديالها. ايوا يلا معانا. مالك؟ قولك واحد المصيبة. شحال تقول لي؟ مالك كتبكي؟ ما لقيتي شي مصيبة؟ بيجامة كتبكي لبستها جافي. أويلي، وأصلاً تجدد حوايجك، تجدد البيجامة ديالي تلبسها أصلاً. عجبتني. كيفاش عجبتك؟ أنا البيجامة حاطة، متجيناش الحوايج تلبسهم. وحنا خوت، ياك خوت حنا. كيفاش خوت؟ دابا أنتينا خسرتي، أنا منين نجيبها؟ عزيتي فيا البيجامة يا. باش ما عزيتش فيك البيجامة، بيجامتي حوايجي ما تهزهمش، ما تلبسش شي حوايج. عزيتي فيا البيجامة يا. حوايجي ما تلبسهمش. أنا ماشي كنتش قاصدة، هي تقاصد بجافي. ما كنتيش قاصدة، بانت لك على البيجامة اللي شرات لي ماما في عيد ميلادي، اللي بانت لك تلبسها. وعجبتني مالك؟ كيفاش عجبتك؟ أنا اللي نجيبها دابا. عزيتي فيا البيجامة. البيجامة عزيزة عليا، هداتها لي ماما في عيد ميلادي. ولكن أنا عجبتني لبستها، جاتني بزاف. واخا عجبتك ما تلبسهاش، أنا ما عمري ما لبستها، لبستها مرة واحدة. ماشي مشكلة، لبست أختك بحال اللي لبستيها أنتي. واخا ولكن دابا خسرتيها لي، ماشي مشكلة. هدية عندي. ماشي مشكلة خسرتها أختك، ماشي مشكلة. أجي نوريك. والله تقول على ماما، قسما بالله أنا ما كنتش بلعاني، ما كنتش بلعاني. ماشي بلعاني، عزيتي فيا البيجامة ياك. ما عزيتيش البيجامة، البيجامة ما تلبسهاش. أنا كنت لبسي لي حوايج ما نقول لك والو. واش باكيش؟ واش نقيلك انا؟ هي هيدا واش نقيلك انا؟ اش مش نقيلك؟
ماشي مشكل انا عندك بيجامات جديده ما كتحافظش عليه وما تلبسهمش انا ما كتلبسي لي حوايجي ما كنلبسهمش انا نقول لك والو يا ماشي حوايجي ماشي مشكل جبتي كرباسه هي الدور غادي انا باقا ما لبستها ماشي مشكل اول مره جبت وهي كاطو عندي ما تلبسليش حوايجي ما قلت خاصها واش انا كنت عارفه تقسم جافي وعارفه ولا ما عارفاش انا ماشي صوره انا ماشي يا الكفره بلا حوايجي ما تلبسهمش حوايجي غادي نلبسهم اليوم غدا ايوا ديك الساعات ولا بخا ساعات ولي نلبسهم والله حتى نلبسهم ديك الساعات ولي نلبسهم مع الشامه ماما ملي كتجينا الحوايج كتقولنا نتوما خوت بيناتكم واخا تقولنا حوايجي ما تلبسهمش الا بغا شي حاجه يلبسها حوايجي ما تلبسهمش اي اختي وقولي اي اختي غادي نوري الحوايج بس اجي تعادي فيا والله نتي ماما ما بقاش يلبسها تقولي بنتك عليك البيجامه اللي كنلبس عليا بانت لي ديك البيجامه اللي لبسها اليوم غدا وما بقاش تلبس اللي بغيت وديك الساعه ولبسها انا ماما ديالي الحبيبه حتى انا ماما ديالي كتشري لي اي حاجه بغيت باش بحال بنتينا بيجامه تقاس لي بجافي بغيتي كطاري بيجامه اعز بيجامه عندي ما تقاسليش البيجامتي وما تلبسي شي حوايجي اصلا من الاول ياك اختي الحبيبه الهضره ما تسمعهاش ما تلبسيش حوايجي وقولي اليوم وغدا وديك الساعه والله تنولي نلبسهم وديك الساعه ولبسهم وانا نوريك وديك الساعه نوريك لي بجهدي ديري اي اختي وديك الساعه انا ما كنتش كنحب لي هيدا ما كنتش اصلا ماشي سهله ما كنتيش ياك الساعه طلعتي ماشي سهله عاد البيجامه سمعتي فينا الجيران البيجامه خمعك وباقا عندك تسمعي انا ما كنتش قاصده تقاس بجافي ما كنتش قاصده اصلا شكون اللي عارف تلبسها واش شكون اللي قال لك تلبسها عباد الله ما تلبسي والله يا اختي ما كان كيصحاب لي في حاجه شوز لابسه بيجامتي بالله على العرض وشوف كي رضيتيها اصلا ما كانت كتهضر معاك هادشي انا ماشي من سكوت سكوت من الهضره وانا ما بغيتش نعاني انا ما بغيتش نعاني يلا فعيا القرطيطه بقات فيك البيجامه بقات فيك غير البيجامه
اختي بيجامتي بقات فيا حوايج انا كنت بحال ماشي مشكله اختي الانسان كيغلط الانسان كيغلط ماشي مالف تحت الارض ولا فوق الارض كنا ماشي مالف ما يغلطش كنا ماشي مالف سمحيلي انت اصلا حوايجك عزازين عليك ولكن حوايجي ما بالله على العظيم حوايجي ما تزل عليا بغيتي ما عنديش مشكل انا شافي غض الله على شنو تحرقي واحد اخر بيجيما 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 اختي صافي انا ملي تعرفي حوايجي بقاو فيا ما تلبسليش حوايجي اختي اخوه ديال الزمان والله الا الاخوه ونعم الاخوه ولكن حوايجي ملي كيتخسروا راه نسم مني اختي حوايجي ما تلبسهمش وخلاوه انا الزمان قال لك وري وري ولا عما سيرو خليه ودابا عما وخلاو كنتي بقات فيك البيجامه بقات فيك بيجامه ما كتسواش قد هيدا حتى شي حوايج ياك عارفه انا البيجامه صافي قد هيدا ما تلبسش شي حوايج اختي انا عارفه حوايج عزازن عليا عزازن عليك حوايجي عزازن عليا تعوجي هنايا سير تعوجي الحمد لله على طبيعتي ما كنتعوجش بحالك انتينا بحالك انتينا مال بحالي انا انا كنت بحالك بعدا شنو تعمل مابقاش فيا حاطه ماشي مشكل انا يا اختي اعز حاجه عندي حيت عندي اختي عندي اختي سوا فوق بيجامه ماشي غير بيجامه اختي كتسوى فوق كلشي ما بيجامه ما كتسوى عندها قد هيدا ولكن البيجامه عزيزه عليا اختي عزيزه عليا لانها شريت لي ماما في عيد ميلادي ماما اه ماما ولا ما عجباتكش نحل راسك مع الحال ما تجي ماما غادي نقول لا لا ايوا ديك الساعه تجي ماما قول لا لي ماما ونقول لا ماما اه ماما انا كنت ماما قال ماما قبل ما تكون ماما كحبيبه يا حبيبه اي مزيانه الحبيبه من هي ماما سبع من الجرو الكحلاسي الجرو انا جعلت انا بيجامه صحتي فيا هيدا والله ما كاينش شي حاجه في الكوره ايوا مزيان حبيبه من ديك الكوره ما بغيتش حشي ايوا مزيان لابسه البيجامه ومخصراها وزايده من فوق كتقول لك شرتها شرتها غير ماما ما شرتش شي واحد شرتها غير ماما ايوا شرتها ماما كحبيبه ما شرتهاش ليلى لما شرتها ماما شرتها لي في العيد ميلاد ديالي اصلا بزهاش مشكل بحالك انت بحالي انا انا خوت واخا خوت حوايجي ما تلبسهمش انتي عارفه راني حوايجي عز يا ماما 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 ما قدكش اللي حاضيني في الزنقه حتى انتينا في الدار ولا حاضياني اي والله يستر ولا ما حديتكش انت شكون على حدا الحبيبه بلات رجلك خرجوا من الشوارع رجلك الرجل ديالك خرجوا من الشوارع ولا الله عطا خرج لي خرجوا الشوارع ما قدكش اللي حاضيني برا في مشى في مجه تينا وصدرقه شي حاضياني زينك على زينك اي حدا على زيني على زيني زين كي ما كانش فيا زين حدا ميشي ماما اه ماما تعوجي عليا انا نوريك ماما والله ما تجي ماما حتى نقول لا انا باش نوريك ماما انا باش نوريك لا بقات فيك شني باغا تصورني يا بنت ياك انا نقدر نوريك ماما والله تاكل ماما نوريك ماما ماما يلا زين زين يلا هنوض واك واك عيب الله وهذه كتضربني ماما ماما وقع منك هاد الشيء حيت اصلا هاد الشيء اللي درت لك كامل نقول لماما انا عيطت لماما قول لماما ماما ماما قولها لا اظن الحبيبه لا نقول لماما حتى هاد الشيء غير برانك ماشي تابستان اه ماشي غير برانك انا ما نجي ماما ونقول لها شبران هو شافي في البيجامه وانت ما تقولي برانك يا عصاي ماما عزيتي فيا بيجامه امك كانت بصح ويلي ويلي شمشكتي قلتي لي وانا دابا انا مع تجي ماما نقول لك بنتك هذيك بنتك اللي كتعرفيها بنتك بنتك قالت لك لي هلاوه اسمح لي اسمح لي شنو شقي لك انا اسمح لي شنو نفق عليك اسمح لي اسمح لي اختي انا ما كنتش عارفه وكنت عارفه ما تهمنيش البيجامه صافي ما كنتش عارفه كيفاش ما كنتيش عارفه ما كنتش عارفه انت درتيها بيا درتيها بيا المره الثانيه دابا عاودتي درتيها بيا المره الثالثه انت بهلوله عصاي طوطا عصاي طوطا انت بهلوله بهلوله ايوا اختي درتيها بيا
درتيها بيدك صورها هو التليفون هو مخبع مول مخديه انت ماشي كتمشي اي باش نشوفك كيفاش غادي يكون ردة الفعل ديالك الحشمه ديالي يا ويلي الخوت كنتمنى يا ربي يعجبكم هذا البراند حتى البراند الجاي ان شاء الله بحول الله وما تنساوش تشتركوا معنا في قناه فوزيا بناتها ومرحبا والف مرحبا بكم في قناتنا على الراس والعين وكنشكركم على الجيم ديالكم والكومنتر ديالكم الزوينين ولي زابوني وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله والبراند الجاي ما تنساوش فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد هاي اختي دابا ندمت دابا لهذا الشيء هذا كنتمنى يا ربي يجيبكم هاد الفيديو الحبيب ديالي باش عندي الجمال يشوف المشاهدين ياك الحبيبه اليوم مابقاش عندي ايوا الحبايب ديالي باش يشوف فيهم سلامه عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله ونهار مقبل سلامه تهلاو في راسكم منساوش لي جيم لي جيم لاول مره ثانيه اشتراك في قناه فوزيا بناتها ومرحبا الف مرحبا على الراس عين بسلامه دابا غادي نقطع الفيديو